النشرة المسائية في تلفزيون لبنان، أهلا بكم. 5 ساعات من حبس الأنفاس في ليلة شرق أوسطية صعبة. إيران تشن هجوما على إسرائيل بمسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر. إسرائيل تؤكد إسقاط 99% من المسيرات والصواريخ الإيرانية، وغانتس يقول إيران ستدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسب لنا. بايدن: الهجوم الإيراني انتصار لإسرائيل، وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. مطارات المنطقة تعاود رحلتها تدريجيا، ومطار رفيق الحريري الدولي استأنف نشاطه، وطيران الشرق الأوسط يجدول رحلاته. جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح الغد، والرئيس ميقاتي أهاب بجميع الوزراء حضور الجلسة في هذا الظرف الدقيق وطنيا. المهندسون اقترعوا اليوم في بيروت وطرابلس وسط حماوة انتخابية، والمكاري يشدد على أن النقابات تحترم استحقاقاتها الانتخابية وعلى السياسيين أن يتعلموا من ذلك. بداية النشرة من هجوم الوعد الصادق الإيراني على إسرائيل، والرئيس الإيراني يعتبر أن أمن واستقرار المنطقة ضروري. ليلة حبس الأنفاس عاشتها منطقة الشرق الأوسط خلال هجوم الوعد الصادق الذي شنته إيران عبر الحرس الثوري على إسرائيل من خلال أكثر من 100 مسيرة وعشرات صواريخ كروز وأخرى باليستية، مشيرا إلى أنه استخدم مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران أطلقت خلال هجومها 185 طائرة بدون طيار مسيرة، 36 صاروخ كروز، 110 صواريخ أرض-أرض. وفيما انطلقت الصواريخ من الداخل الإيراني، انطلقت المسيرات من الحدود الإيرانية العراقية وتحديدا من محافظة ديالى، وسارع وزير الدفاع الإيراني إلى القول أن أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية ستتلقى ردا حازما من إيران. المسيرات والصواريخ تمت مشاهدتها من إيران وصولا إلى دول المنطقة عابرة في الأجواء، لتعمل الدول المجاورة على إغلاق مجالاتها الجوية من العراق والأردن وسوريا وصولا إلى لبنان. وقد استعد الدفاع الجوي الأردني لأي طائرة إيرانية تنتهك مجاله، وأعلن مجلس الوزراء الأردني أنه تمنع طراد أجسام طائرة دخلت المجال الجوي للبلاد لضمان سلامة المواطنين. وضعت سوريا أنظمة دفاع أرض جو حول العاصمة دمشق في حالة تأهب قصوى. وأشار رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، مضيفا أن الهجوم انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا. أما الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فلفت إلى أن أي مغامرات جديدة من جانب العدو الصهيوني وحلفائه ستقابل برد أقوى وأكثر حزما. وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران أبلغت واشنطن أن هجمات إيران ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس. إلى ذلك استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خلفية موقف هذه الدول من الهجوم، وصفة المواقف بالغير مسؤولة. مجلس الحرب بحث سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وإسرائيل تؤكد أن معظم الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية تم إسقاطها. بحث مجلس الحرب الإسرائيلي تقييم الموقف بعد الهجوم الإيراني على البلاد، وأعلن الوزير الإسرائيلي بني غانتس أنه سيجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين. على المقلب الإسرائيلي أعلنت حكومة الاحتلال أن إيران أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي شن هجوم ضد إسرائيل، وقال جيش الاحتلال أنه تم إسقاط 99% منها، مضيفا أن القوات المسلحة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتناقش خيارات المتابعة. ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت أن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ.
موضحا أن صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وقال لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد هذا التهديد الخطير من إيران التي تهدد بتزويد تلك الصواريخ بمتفجرات نووية، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للغاية. وقد أصيبت فتاة صغيرة نتيجة شظايا صاروخ في الصحراء، تحديدا في منطقة أراضي البدوية. موقع ولا العبري أفاد بأن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد الخيارات، وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه لم يلحق أضرار تذكر جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي استمر 5 ساعات، وأشارت إذاعة الاحتلال أنه لم تخترق أي مسيرة أو صاروخ كروز الأجواء الإسرائيلية. وقال دانيال هاجارين متحدث باسم جيش الاحتلال أن تحركات إيران شديدة الخطورة، مضيفا أنها تدفع المنطقة نحو التصعيد، كما أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا كانتا من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل بحسب زعمه، لافتا إلى أن فرنسا تمتلك تكنولوجيا جيدة للغاية وطائرات ورادارات. بعد هجوم إيران على إسرائيل، بايدن أبلغ نتنياهو بأن أمريكا لن تشارك في هجوم على إيران. ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، وقال أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له الالتزام الأمريكي الذي لا يتزعزع تجاه أمن إسرائيل، معتبرا أن الهجوم هو انتصار لإسرائيل. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله أن تقييم الأمريكي الحالي هو أن الهجمات الإيرانية لم تكن ناجحة إلى حد كبير، وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة للعدو الإسرائيلي. وكانت CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين أيضا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية تقترب من $1 مليار. وقال بايدن بناء على توجيهاتي ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، بحسب قوله قام الجيش الأمريكي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي، وبفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة الاستثنائية التي يتمتع بها الجنود ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبا. أشاد حزب الله بالقرار الشجاع والحكيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشار في بيانه إلى أن العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين وأدواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق، غير أن الأهداف السياسية والاستراتيجية بعيدة المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعا ومع الوقت، وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتمي لأمتنا العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم. مواقف دولية من الهجوم الإيراني، والبابا يدعو إلى وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. وجه البابا فرانسيس خلال قداس الأحد نداء عاجلا من أجل وضع حد لأي عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف التي تهدد بجر الشرق الأوسط إلى صراع أكبر. بدوره أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز بشدة التصعيد الخطير الذي يمثله الهجوم الواسع النطاق الذي شنته إيران على إسرائيل، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، معربا عن قلقه العميق المتمثل بحدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة. وفي هذا السياق دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل. وأشار بوريل إلى أن هدفنا هو المساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة. أما رئيس الوزراء البريطاني فدعا إلى تحكيم صوت العقل لتجنب تفاقم الصراع، مؤكدا أن طائراتنا أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية، فيما أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشكل لا لبس فيه الهجمات الإيرانية على إسرائيل. أوروبيا أيضا اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أن إيران تخاطر بالتصعيد العسكري وذلك على خلفية الهجوم على إسرائيل، مدينا بأشد العبارات الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، فيما رأت نظيرته الألمانية أن إيران دفعت الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية
بهجومها على إسرائيل، والتي أظهرت أنها قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها، بينما إيران تعاني من العزلة. احتفالات في المدن الإيرانية ابتهاجا بهجمات الحرس الثوري على كيان الاحتلال. شهدت مختلف المدن في إيران مسيرات حاشدة نظمها المواطنون ابتهاجا بهجمات الحرس الثوري على أهداف في إسرائيل، ردا على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. وأظهرت مشاهد مصورة جانبا من الاحتفالات الواسعة في شوارع إيران مع إطلاق الألعاب النارية، ولوح آلاف الإيرانيين في شوارع المدن الكبرى براية الجمهورية الإسلامية احتفاء بهذه الهجمات غير المسبوقة، وتجمع متظاهرون في ساحة فلسطين في وسط طهران بعيد الإعلان عن إطلاق الحرس الثوري، عملية سماها الوعد الصادق، وذلك للإعراب عن إسنادهم وشكرهم لعمليات قوات حرس الثورة الإسلامية. كما أفادت تقارير صحفية إيرانية من مختلف مدن البلاد بتنظيم مسيرات احتفالية مماثلة ابتهاجا بهذه العمليات، ومن ضمنها مدن قم وأصفهان ومشهد وشيراز وأهواز وتبريز وأرومية وكرمانشاه وغيرها، وتجمهر العشرات قرب ضريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري السابق قاسم سليماني بمحافظة كرمان، فيما شهدت أصفهان احتفالات أمام ضريح علي رضا زاهدي. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالي باف أكد أن الرد المحكم لحماة الشعب الإيراني أبهج قلوب أبناء شعبنا. يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة طارئة عند الساعة 9:30 من صباح يوم غد الاثنين 15 نيسان في السراي الكبير للبحث في التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والداخلي. وفي كتاب الدعوة إلى الجلسة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعملا بواجباته الدستورية وشعورا منه بالمسؤولية الوطنية يوجه هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع السادة الوزراء للمشاركة في الجلسة المقررة تلبية لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. تفقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية مطار رفيق الحرير الدولي، يرافقه المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري. حمية أشار إلى أن الأجواء اللبنانية أصبحت مفتوحة لكل شركات الطيران، واليوم أرسلت شركة طيران الشرق الأوسط عددا من طائراتها إلى أوروبا وتعمل على جدولة رحلاتها، والشركات العربية والعالمية تعيد جدولة رحلاتها. بالتالي بعد التنسيق تم وحرصا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية وسلامة الناس والعابرين والمغادرين والواصلين إلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، تم اتخاذ إجراء احترازي بإقفال الأجواء الجوية، يعني من حيث المغادر أو الواصل أو عبور الأجواء اللبنانية من الوحدة للسبعة الصبح. اليوم سبعة الصبح اتخذت إجراءات أنه نحن علقنا موضوع تسكير الأجواء، وبالتالي أصبحت الأجواء اللبنانية مفتوحة لكل شركات الطيران. واليوم شركات طيران الميدل إيست طيران الشرق الأوسط طلع 4-5 طيارات على أوروبا، شركات الطيران الأجنبية والعربية عم تجدول رحلاتها، وبالتالي بشكل تدريجي حيرجع العمل إلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت. والآن إن طبعا في بعض الشركات عم لها تشيك إن، بطبيعة الحال بهيك أزمة بهيك وضع بده يصير في شوية إرباك بالتقليعة من أول وجديد، وهذا شيء طبيعي وبيصير وين ما كان. والمدير العام للطيران المدني والأجهزة الأمنية الموجودة وجهاز أمن المطار كامل عديد الموجود بالمطار لتسهيل عمل الشركات والمغادرين والقادمين وحتى كمان المراقبين الجويين بالنسبة للعبور عبر الأجواء اللبنانية. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على الجنوب اللبناني، وأغار العدو الإسرائيلي منذ قليل على بلدات مارون راس حولة والظهيرة التي استهدف فيها العدو منزلا.
شن العدو الإسرائيلي غارات عنيفة على محيط منطقة المنتزهات في جبل صافي وعلى بلدة سرعين، حيث استهدفت منزلا غير مأهول، ومن الجنوب إلى البقاع حيث استهدفت غارة جوية معادية أحد المباني في بلدة النبيشيت ودمرته. وكانت قد شهدت كرة وبلدات القطاع الشرقي في جنوب لبنان ليلة عنيفة من الاعتداءات الإسرائيلية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى. ففي قضاء مرجعيون شن العدو الإسرائيلي غارات عنيفة على الخيام وكفركلا والعديسة، كما استهدف حولة ووادي سلوئة ومحيط دير ميماس ومجرى نهر الليطاني بقصف مدفعي عنيف. وذلك وكان قد أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه قصف منشآت عسكرية في مجمع تابع لحزب الله بمنطقة جباع جنوب لبنان. وفي وقت سابق أشار حزب الله إلى أنه استهدف عدة مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل والجليل الأعلى بعشرات من صواريخ الكاتيوشا. وأضاف في بيان عبر تليجرام أن الهجوم جاء ردا على غارات إسرائيلية استهدفت عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية طالت عددا من المناطق في قطاع غزة في اليوم 191 على العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منازل عدة في النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة. كذلك أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف عدة على منازل المواطنين غرب مدينتي دير البلد وخان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف باتجاه منازل المواطنين في خان يونس، ما أدى لإصابة عدد منهم وتم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة. ومنذ قليل أفادت معلومات أن جيش العدو الإسرائيلي سيجند حوالي لواءين من جنود الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية في غزة. نتابع النشرة بعد الفاصل. نقابة المهندسين في بيروت خاضت معركة انتخابية في إطار ديمقراطي. منى العلي والتفاصيل. خاض المهندسون والمهندسات معركة الانتخابات في نقابتهم لاختيار نقيب وخمسة أعضاء جدد، حيث فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم في نقابة المهندسين في بيروت وسط حالة استقطاب يعكس الصراع السياسي في البلاد في انتخابات يفترض أنها نقابية بامتياز، حيث تنافس فيها عدد من المرشحين المحزبين والمستقلين والمدعومين من الأحزاب ليعيدوا الاعتبار لمهنة الهندسة حسب بقولهم بعد الوضع الذي وصلت إليه إسوة بما جرى على جميع المستويات الأخرى. إذا كلنا بنشتغل نقدر نبني النقابة، بس نحن لو واحدنا ما نقدر نبني النقابة إذا ما اشتغلوا معنا كل المهندسين بغض النظر شو بيفكروا، لا بالسياسة ولا بالدين ولا بالطائف ولا بشيء، نحن بنشتغل كلنا سوا تحت شعار واحد، نحن نقابة، نحن مجموعين هون لأنه مهندسين، لأنه بتجمعنا الهوية المهنية وهو هذا الأساس تبعنا هون. نحن كنقابة صرنا عم نتكل على حالنا أكثر وأكثر، أهم شيء نجرب ندبر فرص عمل بالقليلة لنجيب شغل على لبنان، عم يحكي إنترنت ودراسات من لبنان لبرا، هيدا الشغل اليوم اللي فينا نعمله أكثر شيء، ما فينا نعمل أكثر من هيك، وإلا بدنا نصدر مهندسينا لبرا وهالشيء مش منيح للبلد على المدى الطويل. إحنا هلا صار عنا بعض الاحتياطات بصناديقنا من وراء آخر موازنة عملناها اللي هي كانت عدلت العجز اللي وقعنا فيه قبل، ومن هلا وطالع صار في بيقدر الواحد يعمل مشاريع استثمارية. أسف في كتير أمور وأكيد إلى علاقة بالموضوع المالي يلي هو راح تقريبا جنى عمر النقابة على مدى الأجيال، 300-400 مليون دولار راحوا. لازم السياسات اللي بتنعمل بالنقابة هي تنعكس إيجابا على سياسات الأحزاب، للأسف أنه لا، سياسات الأحزاب عم تنعكس بالانتخابات على النقابة. عندنا مشروع أنه منتعاقد مع كل المؤسسات التجارية والسياحية بفوت مصاري للمهندسين وللنقابة. نهار اللي بتطلع النتائج منصفي كلنا منفكر بالملفات من الناحية العلمية والمنطقية والهندسية، لأن كلنا عندنا مصلحة واحدة. نحن بدنا نصحح، والتصحيح يبدأ من الأشخاص من المؤسسات وبيعم على الوطن كله. كم مهندس بده ينتخب تقريباً؟ كم يعني بين 8 و10 آلاف مهندس تقريباً. أجواء ديمقراطية وما في أي مشاكل، ما في نهائياً.
لما يجي نقيب يكون عنده رؤية ويكون مادد إيده لكل أعضاء النقابة. نحن دايماً منتأمل الإصلاحات، مكافحة الفساد أكيد بتبلش من خلال النقابات. نتمنى أنه بالعمل سويا مع بعض نقدر شيء هيك نخفف بس من الأزمة المادية مع النقابة. شي حدا عنده رؤية يرد لنا النقابة المهندسين إلى عظمتها. ونطلب أنه النقيب اللي يجي مع الأعضاء، لأنه النقيب لحاله ما بيقدر يعمل شيء ومجلس النقابة، حتى يقدروا ينهضوا بالنقابة. يخلي المتقاعدين أو برنسيب يكون عندهم معاشات منيحة. على مستوى النقابة أقله تكون هي المثل الأنسب والأفضل من أجل بناء مؤسسات حقيقية في لبنان. وكانت المهندسة ميشلين وهبي زوجة المغدور باسكال سليمان وشقيقه باتريك أول الحاضرين للإدلاء بصوتيهما في انتخابات نقابة المهندسين. إذن ويبقى الأمل بأن ينهض نقيب المهندسين الجديد بدور نقابة المهندسين الوطني وأن يكون جامعا لكل المهندسين. اسكندر نهرة، منى العلي، تلفزيون لبنان. وفي نقابة المهندسين في الشمال انتخابات لاختيار نقيب جديد وأعضاء المجلس وصندوق التعاضد، وتنافست لائحتان، الأولى تحمل اسم لائحة نقابتنا برئاسة المهندس مرسي المصري، أما اللائحة الثانية فتحمل اسم نقابة للجميع وهي برئاسة المهندس شوقي فتفت، ويقضي عرف النقابة أن يكون النقيب هذه السنة من الطائفة الإسلامية. وكان وزير الأعلام المهندس زياد المكاري قد أدلى بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، مؤكدا أنه بالرغم من كل الظروف التي يمر بها البلد والتي تساهم في تأخير الاستحقاقات الدستورية، إلا أن الانتخابات تتم اليوم، مما يعني أن كل شيء ممكن إذا توفرت الإرادة، كما أشار إلى احترافية انتخابات النقابات الدائمة. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدد على أن الوحدة الوطنية تقتضي عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدولية والإقليمية، وعدم انحياز الحكم المركزي إلى أي من الطوائف. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي، والذي أطلق خلاله رسميا مكتب رعوية الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للدائرة البطريركية، معينا منسق له الإعلام والمرنمة داليا فريفر. وقال الراعي أن سر الوحدة في التعددية. يمنحنا ثقافة الوحدة في التنوع، هذه الثقافة هي من صميم النظام اللبناني والكيان الذي وضعه المؤسسون بميثاق وطني سنة 1943، وقد شدد في اتفاق الطائف سنة 89. إنه ثقافة العيش معا مسيحيين ومسلمين بالمساواة والاحترام المتبادل والتكامل والتشارك بالتساوي في الحكم والإدارة. ولكن الإمعان عمدا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية يزعزع الميثاق وثقافة الوحدة في التنوع، لأن رئيس الدولة بحسب المادة 49 من الدستور، رئيس الدولة هو ضابط الوحدة الوطنية والمحافظ عليها. بغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل. هذه الوحدة تقتضي الابتعاد عن الصراعات بالتزامين. الالتزام الأول عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدولية والإقليمية إلا في قضايا العرب الكبرى. والالتزام الثاني عدم انحياز الحكم المركزي إلى أي من الطوائف أو الفئات في الأزمات الداخلية. من هذا المنطلق يجب على القوى السياسية عندنا الكف عن النعرات المتبادلة، بل يجب عليهم العمل الجدي على شد أواصر العائلة اللبنانية لكي يواجهوا
ونواجه معا المخاطر الإقليمية الكبرى الراهنة. منذ قليل تم إغلاق صناديق الاقتراع في نقابة المهندسين في بيروت وفي طرابلس وبدأ عملية فرز الأصوات. إذن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي سأل لماذا التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، فليذهب نواب الأمة إلى المجلس لانتخاب رئيسا وإنقاذ البلد. كيف تدار دولة بلا رئيس؟ الكل يدعي تسهيل العملية الانتخابية وينادي بضرورة إتمامها، إذن فمن يعرقل هذا؟ وإذا كان جميع النواب مقتنعين بذلك، فلما لا يذهبون إلى المجلس النيابي وينتخبون رئيساً بحسب مقتضى الدستور لا بحسب ما يشاء الآخرون؟ إذن وينتخبون رئيساً بحسب مقتضى الدستور دون شروط وشروط مقابلة ودون تفسير لمواد الدستور أو تأويل بحسب المصالح. فنحن لسنا بحاجة إلى أعراف جديدة تطبق الدستور ولا تدعو أحداً يعبث بمصير البلد ويلغي دوره ويقوض أساسات ديمقراطيته. نشاط قوارب الموت في الشمال اللبناني مستمر وعداد الضحايا إلى ارتفاع. مازن مجوز. ما حصل معنا كان أكبر من كابوس، ولا أنصح أحد بتجربة قوارب الموت. لقد وقعنا ضحية وعود المهربين الكاذبة. حتى إحنا ورقات الوفاة بعد ما توفوا جابوا مع إن يعني جثثهم ودفنوهم هنا، بس ما عن طريق الهلال بس والصليب الأحمر، بس ما اعترف فيها لبنان بين لبنان وسوريا بعد لحد هلأ ما طلعت ورقات وفاة. هذه السيدة وعائلتها إحدى ضحايا عمليات الإتجار بالبشر التي تنشط في شمال لبنان من دون رادع حقيقي، ولا تزال تحصد عشرات الضحايا سنويا من جنسيات مختلفة. فحتى اليوم دفع العشرات من اللبنانيين كذلك ومن جنسيات سورية وفلسطينية حياتهم في عرض البحر ثمنا لطموح ورغبات لم تتحقق كما كانوا يحلمون. واللافت أن عدم التشدد مع ملوك البحر وإخلاء سبيلهم بسرعة نسبيا واعتبار جرمهم في حال التسبب بالوفاة قتلا عن غير قصد سمح بتكرار كوارث إنسانية ككارثة مركب الموت الذي حصد أكثر من 100 ضحية في سوريا وفاجعة غرق مركب وفي متنه 70 مهاجرا غير نظامي قبالة شاطئ الميناء في طرابلس. مدير مركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح يؤكد أن أهل المفقودين يعانون كثيرا كي يتمكنوا من إثبات فقدانهم بسبب الإجراءات المعقدة في القضاء اللبناني. إنه هذا مفقود خارج الأراضي الإقليمية وأنا ما لي علاقة فيه. فهناك معاناة لا تنتهي ومآسي بقضايا اللاجئين، وخصوصا لما أشرنا إليه في موضوع إثبات المفقودين. وتظهر سجلات قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ارتفاع عدد عمليات الإتجار بالبشر منذ عام 2020 وصولا إلى خريف 2022، علما أن ما هو مدون حتى تشرين الأول 2023 في سجلات القاضية نصار أكثر من 40 عملية وقضية في حق أشخاص مسؤولين عن عمليات التهريب. وفيما يتعلق بدور الأمن والقضاء يبدي صبلوح أسفه لغيابهما في شكل كبير في ملف قوارب الموت. القضاء يستهتر بمعاقبة هذه العصابة المنظمة. الأجهزة الأمنية تعرف تماما المراكب وتاريخ خروجها من المياه، ولكن للأسف ما منلاقي أداء جدي لمحاسبة هذه العصابة المنظمة. وحول العدد الإجمالي لقوارب التهريب والإتجار بالبشر يكشف مصدر أمني لتلفزيون لبنان أنه بلغ 108 قوارب في عام 2023. وفي تفاصيلها
بلغ عدد القوارب التي تم الاستيلاء عليها 49. المصدر يؤكد أن القوات البحرية لا تزال تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن المياه الإقليمية والسواحل وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الخط البحري وعمليات البحث والإنقاذ وحماية الموارد. على مدى يومين تقبلت عائلة المدير العام المساعد الأسبق لتلفزيون لبنان الراحل محمد كريمي التعازي بوفاته في مجمع دونس فيردان، وقد زار معزيا عدد من أصدقاء الراحل والعاملين في تلفزيون لبنان الذين عرفوا كريمي وعملوا معه، ومن تلفزيون لبنان العزاء بوفاة الراحل. مع هذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.